السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أعرض لكم بعض التجارب العلمية عن الأكسجين السائل المركز. تفكروا في هذه التجارب وتفكروا في قوة هذه المادة العظيمة. في التجربة الأولى سوف أعطيك تجربة هي عبارة عن ما يتجاوز وزنها تقريبا 50 جرام، مسكوب عبارة عن قطن قابل للاشتعال، مسكوب عليه أكسجين سائل بتركيز 90%. ليش 99.9؟ بتركيز 90%. شاهدوا هذه التجربة. شاهدتم في التجربة الأولى. في التجربة الثانية سوف أريكم منظر، تفكروا في هالشيء كيف يقلع المكوك الفضائي. يعني المكوك الفضائي هذا وزنه 40 طن، مو شوي، يعني كتلة وزنها 40 طن تقلع بشكل عمودي، تحتاج إلى قوة عالية، قوة جدا قوية لكي ترفع هذه الكتلة. هذه يستخدم في انطلاق المركبات الفضائية الأكسجين السائل المركز بتركيز عالي 99.9 باستخدام الأكسجين السائل. لكن لنتفكر في هذا الشيء، يعني في الدقيقة كم يستهلك في غرفة الاحتراق لكي ترفع هذا المكوك الفضائي الذي تبلغ كتلة وزنه أكثر من 40 طن؟ يمكن لنفترض مثلا أن 50 لتر من الأكسجين السائل في خلال الدقيقة و50 لتر من الهيدروجين السائل يتم التفاعل في غرفة الاحتراق التي تنقل المركبة الفضائية إلى الأحلام. يعني في 50 لتر من الأكسجين السائل المركز و50 لتر من الهيدروجين ترفع 40 طن. تفكروا ما هي هذه القوة العظيمة. شاهدوا كيف يقلع المكوك الفضائي وتفكروا في قوة هذه المادة. شاهدوا الآن كيف يقلع المكوك الفضائي. شاهدوا. Boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Welcome, Africa. في التجربتين السابقتين اشتعال الأكسجين السائل مع مادة قابلة للاشتعال، وزنها خفيف جدا ما يتجاوز 20 جرام أو 50 جرام. في التجربة الثانية شاهدت قوة هذه المادة كيف ترفع مكوك فضائي وزنه 40 طن أو قد يكون أكثر من 40 طن، ترفعه للفضاء بشكل عمودي. في التجربة الثالثة هذا عبارة عن فحم مشتعل وتم سكب عليه أكسجين سائل، ليس بتركيز جدا قوي، مش 99.9. لاحظوا كيف كانت النتيجة. نفعل هذا وثلاثة اثنان واحد الآن. هذا جنوني. هذا رائع. تفقدوا هذا. أحسن أحد الرجال في الإجابة. في مواجهة بين الأكسجين السائل والجمر الملتهب ثمة نتيجة واحدة. هذا مذهل، رائع. كيف يعقل أننا أخذنا الأكسجين السائل البارد جدا ورأيناه يجمد موزة ثم حطمنا شاهدتم هالتجارب. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم من هالتجارب، واللي ما عنده خلفية كيف ينتج هذا الأكسجين السائل، طبعا هذا الأكسجين السائل يتم إنتاجه
ما يسمى بالهيدروجين بيروكسايد عن طريق تفاعلات كيميائية، وأيضا ينتج الأكسجين السائل المركز بواسطة محطات إنتاج الأكسجين السائل، وهي مثل المحطات التي تنتج الأكسجين السائل الذي يستخدم في الاستخدامات الطبية للتنفس. طبعا الأكسجين السائل له استخدامات عدة ويأتي بتراكيز مختلفة. أتمنى أنكم استفدتم من هالتجارب واستفدتم من هالمعلومات، وخيركم من تعلم العلم وعلمه.